هنعمل مع بعض السمك الجزل، اي نوع سمك بس السمك المدور اقدر اقطعه جزل او اقدر كمان اشفيه واشتغل بيه واطلعه بالظبط زي الجزل بتاع مطاعم السمك. المقادير بتاعتنا، انا عندي زي ما قلت لك سمك جزل، ممكن بياض، قشر بياض، ممكن جزل بالجزل المدور بالسلسله بتاعته، ممكن مثلا ايه، ممكن بوري، اي سمك ينفع يتعمل جزل. طيب اول حاجه هنقولها كلفة السمك أو بهارات السمك: توم باودر، كركم، كمون، كزبرة، بابريكا، حبهان باودر. من كل حاجة هناخد معلقة كبيرة ما عدا الحبهان، هتبقى معلقة صغيرة، ولو مش موجود عندك مش مشكلة ممكن تستغني عنه. دي كده التتبيلة أو كلفة السمك اللي فيها طعم وريحة السمك الجاهز المقلي بالظبط. تتبيلة السمك نفسها هيبقى توم مفروم، بهارات السمك اللي هنعملها مع بعض ملح وشطة، خل وعصير ليمون، وشوية مية علشان القرمشة بتاعتنا. طبقة بقى القرمشة 4 كوبايات دقيق، هيبقى عليهم 4 معالق كبار نشا. المقدار ده يا جماعة مظبوط جدا، وهيبقى عندي برضو هاخد من بهارات السمك اللي هنعملها مع بعض ورشة ملح صغيرة. بعد كده الطحينة الاقتصادية اللي هي من غير طحينة، هيبقى عيش أبيض اللي هو العيش الشامي، حوالي مثلا 3 رغفة، ثوم مفروم وملح وكمون وشطة، عصير ليمون وخل وزيت وشوية مية بس كده. دي كده يا جماعة المقادير بتاعت وجبتنا النهاردة إن شاء الله. آدي بهارات السمك أو تركيبة السمك اللي بتدي بالظبط طعم وريحة الجاهز. نقولها تاني: هاخد معلقة ثوم باودر، وهاخد معلقة كركم، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة، وبابريكا، والحبهان لو موجود عندك هناخد كده ايه شوية صغيرين خالص اهو، مش اكتر من كده، ماشي. وهقلبهم كده على بعض، وهبقى عملت تركيبة بهارات السمك الاصلية بالسر بتاعها اهو، بصوا بالشكل ده. بسم الله، بنفخ الكيس بقى كده وقلبها، شايفين ازاي اهي. بس يا ستي، واحطها في برطمان واخليها عندي في المطبخ اي وقت اعمل سمك مقلي، مشوي، اي نوع سمك، خدي منها على طول بمنتهى البساطه. بصوا بقى يا جماعه، حضر الطبقه المقرمشه، دقيق ونشا، قلنا لو 4 كوبايات دقيق هياخدوا 4 معالق نشا، يعني كوبايه الدقيق قصادها بالظبط معلقه كبيره نشا. وهاخد من بهارات السمك اللي حضرناها كده، وهناخد كمان رشه ملح. دي كده الطبقه الخارجيه بتاعت السمك اهي، ماشي كده. يبقى رشه ملح، معلقة كبيرة من بهارات السمك، وإيه، دقيق ونشا. كل كوباية دقيق، يعني فريج مثلا أنا هستعمل 2 كوباية دقيق بس، أنا بعمل 1/2 كيلو سمك، 2 كوباية الدقيق هيبقى عليهم 2 كبار نشا، كل كوباية دقيق عليها معلقة كبيرة نشا. هنجيب بولة 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 ونحط التتبيلة بتاعتنا. طبعا أنا عندي كده بهارات السمك اللي ركبناها جاهزة، انا لو حطيت بهارات السمك دي مع معلقه ثوم خلاص الدنيا بقت زي الفل. هنعمل ايه؟ ادي معلقه ثوم للسمك، شويه شطه صغيرين لو حابه. حطيت ثوم، حطيت دلوقتي معلقه ثوم وشويه شطه، وبعدين معلقه ملح، معلقه صغيره ملح، وبعد كده حطيت معلقه كبيره من بهارات السمك: ثوم، خل، عصير ليمون، ملح، بهارات السمك اللي ركبناها على ايدينا حالا. ده شكل التتبيله. وطبعا عايزه اقول لكم ودي ريحتها، بس ايه، طبعا احنا معانا استاذ احمد، ما يلا يا استاذ احمد شممنا الريحه. يلا يا باشا، لا شممنا ريحه التتبيله الاول لو سمحت. صح، بصوا بقى، ادي السمك بتاعنا اهو، شوفوا ازاي. واميز حاجه في التتبيله دي عشان فيها خل وعصير ليمون ان انا اقدر اتبل على طول واقلي، مش هستنى. هناخد بقى كده من التتبيله على طول على الخلطه اللي عملناها. انا عايزه بس ايه اظبط الدنيا كده بعد اذنك يا استاذ احمد، ممكن؟ شايفين ازاي؟ نفضي وارجعي حطي تاني كده على الناحيتين، وبنركنه في طبق الاول. بصوا بقى يا جماعه بهدوء خالص، حركه الميه دي التوابل، التتبيله اللي بقيت من السمك حطيت عليها شويه ميه عاديه، هيبصوا تتبيله السمك حطيت عليها ميه، وبروح نازله بالراحه كده بهدوء بقطعه السمك اللي واخده الغلاف مرتين بالراحه كده اهو. بصوا تصفي بس الميه، واروح نازله كده بهدوء في الزيت اهي، ولا حاجه،
يلا يا باشا نصفي كده. بصوا النشا اللي في الخلطه ما بيخليش السمك يشرب زيت كده. شايف يا استاذ احمد الجمال؟